أنا مستقيل من الحياة لأنه مستحيل أبيع كرامتي وأصير عايش مصير ما حيصير في بصيص أمل بصير بس حصيب الهدف حصيب بالأسف وأصير واقع عسير بطريق مستقيم بالنهاية حصير لئيم حصير حقير حبيع ضميري حصير عديم المشاعر حسيد الكرة حسيب الكرة تحدد لي جهة من الملعب بدها تميل قصة بدهاش تحليل قصة مش درس دين بدهاش اجتماع علماء لقرار تحليل أو تحريم طبقيم من وجهي واستقيم اعمل تقييم لحياتك قبل ما تفكر تعمل تغيير اعرف مع مين تلعب تبكي مع مين لا تكون مع مين وقف ضد التيار ولا الدين هاد قانوني بالحياة وما بهمني لو اهين بنهيل بوقف بوجهي بدون ما ترمش العين بلق من ثاني بس بصعب من سرعة الصوت كلامي بطلع بيسع اكتر من ضربة الصوت ما بسكت ولو نتيجة صراح كموت صمتي مش معنى اني موافق بس بستنى اسمع سكوت بلق من ثاني بس بصعب من سرعة الصوت كلامي بطلع بيسع اكتر من ضربة الصوت ما بسكت ولو نتيجة صراح كموت صمتي مش معنى اني موافق بس بستنى اسمع سكوت ليش كل ما بقرب من الحياة بتبعد عني ما بصير البدي بس بتضلها تحرق دمي عن نفسي انا مستبعد نفسي من نفسي بتستعبد نفسي بس اقعد ما اسمع حد ولا نفس النفس اللي بحط بحد ولا اسمع دقة قلبي اللي بتذكرني اني بضلني ساكت مش متحرك بتضلها تزود بهمي بعقلي حبني قراري حميز اختياري مصيري بيدي مش بيد البريد اختصابي روحانيا انا مميز مع اني ما كنت مميز انه البنت اذا حبتني بتكون بس بدها تحس انه في شخص موقف معاها برعاها بده اياها اله بس هي ما حتهتم اذا كان بلاها ولا بهمها شو انا بس بهمها اكون معها طب ليش انا بفكر وبتمنى ارجع لها لا اللي غيركو كانوا اشطر والكو الله اكبر من كل اللي بده يشوفني بوقع وبتكسر بلق من ثاني بس بصع من سرعة الصوت كلامي بطلع بيسع اكتر من ضربة الصوت ما بسكت ولو نتيجة صراح كموت صمتي مش معنى اني موافق بس بستنى اسمع سكوت بلق من ثاني بس بصع من سرعة الصوت كلامي بطلع بيسع اكتر من ضربة الصوت ما بسكت ولو نتيجة صراح كموت صمتي مش معنى اني موافق بس بستنى اسمع سكوت